يحيط ببعض الأجرام السماوية التي تتمتع بنسبة معينة من الجاذبية بعض ما يصدر منها من غازات على شكل طبقات تعرف بالغلاف الجوي. وكوكب الأرض يملك غلافا جويا مميزا يحفظ له حرارة مستقرة ويحميه من الإشعاعات الكونية. يتألف الغلاف الجوي لكوكب الأرض من الأزوت، الأكسجين، وبخار الماء، وغازات أخرى متنوعة. قسم علماء الجيولوجيا الغلاف الجوي للأرض إلى 5 طبقات: التروبوسفير، الستراتوسفير أو الأوزون، الميزوسفير، الثيرموسفير، الإكزوسفير. ومن الملاحظ أن الهواء يصبح أقل كثافة كلما علونا عن الأرض، فطبقة التروبوسفير، وهي الطبقة الوحيدة التي يمكن للكائنات الحية العيش فيها، تقوم بإرجاع ما تبخر من ماء بشكل أمطار إلى الأرض. أما طبقة ستراتوسفير والتي تضم طبقة الأوزون تقوم بعكس وإرجاع الإشعاعات الضارة الما فوق بنفسجية إلى الفضاء الخارجي، وبذلك تحمي الحياة على الأرض. وطبقة الثيرموسفير تقوم بإرجاع موجات الراديو المنخفضة والمتوسطة التردد SW وAM الصادرة من الأرض، وبذلك يمكن استقبال هذه الموجات من مسافات بعيدة جدا. مما تقدم نلاحظ أن أهم صفة للسماء ذكرها العلماء في القرن 20 هي أنها ذات رجع، فسبحان الله القائل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.